النهاردة هقول لك على حاجات أساسية لازم تعملها في سن العشرينات. جاهزين؟ يلا بينا. اهلا بيكم يا جماعه، معاكم انا استاذك مكاوي، والقناه دي معموله مخصوص تتكلم عن مشاكل تواجهنا في صحتنا، شكلنا، عادتنا كل يوم، وازاي نواجهها عشان نبقى في احسن صوره وننجح شغلنا وننجح في حياتنا. يلا اعمل سبسكرايب ودوس زر الجرس عشان ما يفوتكش جديد كل اسبوع. يلا بينا نتكلم في موضوع النهارده. حياتك عامه عباره عن مراحل، كل فتره تعدي عليك نقط تحول تنقلك من مرحله لمرحله. نقط تحول زي ما تتخرج من المدرسه، تتخرج من الجامعه، تتجوز، تسافر، وهكذا. النقط دي الحياة قبلها بتختلف عن الحياة بعدها. النقط دي ممكن تكون متوقعة، بس في نقط مش متوقعة، زي لما تدخل جيم أول مرة أو تعمل دايت أول مرة وتخس، تتعلم سواقة، تكلم بنت أول مرة، وهكذا. النقط دي ما بتحسش إنها نقط تحول في ساعتها، بس بتحسها بعدين. بتحس وبتتأكد إنك فعلا في مرحلة جديدة، وتقول لنفسك فعلا قبل النقطة دي كانت الحياة حاجة وبعدها الحياة حاجة تانية خالص. طب ونيجي نبص حياتنا كده ونفترض ان متوسط عمر الفرد الطبيعي 70 سنة، نلاقي من اول ما تتولد لحد سن 18-20 الحياة لحد ما مستقر. قاعد مع اهلك، بتروح المدرسة، بتذاكر، بتعمل هومورك، بتمتحن وتعيد. نيجي لفترة العشرين للتلاتين، نخليها على جنب شوية. من بعد التلاتين لحد ما تتكل الدنيا الى حد ما تشكلت. نرجع بقى من فترة العشرين للتلاتين، دي فترة النوش كله. معظم نقط التحول انا قلتها في الاول بتحصل في الفترة دي، بتبتدي من اول سنة 18 مثلا وانت مخلص مدرسة وداخل على الجامعة. بتلاقي نفسك ابتديت تعتمد على نفسك شوية، ابتديت تحتك بالحياة العملية نسبيا، تعرف ناس جديدة، وهكذا. هتقول لنفسك دي مرحلة فعلا جديدة، الموضوع ما عادش زي المدرسة مجرد هومورك وامتحان وخلاص. بتلاقي نفسك ابتديت تعمل ريسيرش، بتدور معلومة بنفسك محدش بيديها لك. بتلاقي نفسك بتحتك بعالم جديد اكبر من انت بتعود عليه. شباب وبنات مش شرط يبقوا شبهك زي المدرسة، بس الجميل في الموضوع انك بتاخد على المرحلة دي بسرعة، اول ترم ترمين بالكتير، بعد كده الموضوع بيثبت لحد ما تتخرج. هنا بقى ومع اني ما بحبش ابقى سلبي ومتشائم، اعتبر ان معظم ايام حياتك الحلوة وراك، وكرر ما تخافش معظمها مش كلها. اللي جاي بقى قصه تانيه خالص، فرهضه. في الجامعه كنت بتعرف تتعرف على ناس جديده، تخرج، تسافر، تصاحب، ترتبط، تبسط، مسؤولياتك مش كتير، اخر همك مجرد اساينمنت وامتحان تمتحنه عشان تنجح. مش مطلوب منك لسه انك تجيب فلوس، انما بعد الجامعه بتبتدي تشوف حاجات بتيجي كل اول شهر انت ما كنتش تعرف عنها حاجه زمان. بتبتدي تشوف ايجار، فواتير ميه، كهرباء، غاز، قسط الموبايل، فاتوره الموبايل، حاجات كده ما تعرفش عنها حاجه. في ناس بعد التخرج بتفضل قاعده مع بابا وماما، ربنا يخليهم لك، بس انا شايف ان ده مش صح. بيفضلوا شايلين عليك القصص دي لحد ما تتخرج من الجامعه، بس بعد الجامعه ما ينفعش. حتى لو يقدروا يشيلوا من عليك ويغطوك بعد ما تتخرج، انت بقيت راجل، ما ينفعش، لازم تسترجل، لازم تخرج بره الكومفورت زون وتبتدي تعتمد على نفسك وتشيل مسؤوليه نفسك. بتبتدي تحتك بالحياه العمليه فعلا بقى، وتتعلم اللي بجد هيفيدك غير انت شفته في الجامعه والمدرسه. الحاجات اللي هتتعلمها دلوقتي هي اللي هتكون شخصيتك وتعمل منك راجل. بعد ما تتخرج دور على شغل، اي شغل، مش لازم الوظيفه اللي انت عايزها. الشغلانه اللي انت عايزها ممكن تيجي بعد سنه سنتين، هندور عليها بس مش هنقعد نستناها. اول ما تشتغل اي شغلانه بعد ما تتخرج، اطلع اقعد بره في شقه شيرين او لوحدك، ابتدي خبط في الدنيا بجد بقى، اعرف ماشي ازاي، شيل مسؤوليه نفسك. مفيش حاجه هتخليك راجل ومسؤول غير ده، لازم ترمي نفسك في البحر وتتعلم تعوم، تشوف ان في اكل لازم يتعمل، هدوم ومواعين لازم يتغسلوا، فواتير وايجار اول الشهر لازم يدفعوا، حاجات انت عايز تجيبها لازم تحوش وتصبر عشان تجيبها. الدنيا ما كانتش بالصعوبه دي قبل كده وصعبت فجاه، عادي. بابا وماما ربنا يخليهم لك كانوا شايلين عنك القصص دي كلها، ودي نعمه كبيره جدا، وكونهم انهم لسه موجودين وقادرين يشيلوك دي نعمه المفروض تحمد ربنا عليها وتستغلها. ما تستغلهاش انك تقعد معاهم يصرفوا عليك لحد ما تشتغل، ولما تشتغل تقعد معاهم برضو لحد ما تتجوز. انت كده بتأذي نفسك جامد وانت مش عارف، بتبقى لا مؤاخذه مش ناشف. بعد عمر طويل، بعد ما بابا وماما يتكلوا، اول الم من الدنيا يمين او شمال هيزعلك جامد، هتلاقي نفسك طاري كده وخرع، مش عارف تتعامل. احسن حاجه انك تستغل وجودهم انهم الحمد لله لسه موجودين، بس تخليهم بلان بي وتطلع تلطش انت في الدنيا، تتعلم ماشيه ازاي، تاخد قلمه يمين شمال، بس يكون ليك ظهر، تتسند عليهم لما الدنيا تروح حته وحشه.
بعد الجامعه الحياه بتبتدي قدامك بجد. السنه دلوقتي بثلاث سنين من زمان، احداث اليوم الواحد دلوقتي بثلاث ايام من زمان. كميه المجهود والاحداث اللي بتحصل هتحس ان يا اخوانا في ايه، مش كده على هادي. انا بقى النهارده هقول لك على شويه حاجات اساسيه لازم تعملهم في الفتره دي، فتره العشرينات، عشان تستعد للمرحله الجايه كويس، ده لو عشنا يعني الثلاثينات والكورونا سابتنا في حالنا. يلا بينا. اول حاجه عايزك تخاطر، ده وقت المخاطرات بقى، افهم انك في مرحله التيستينج، ما تقيدش نفسك بحاجه، جرب كل حاجه. عايزك تبقى خفيف خفيف كده، ما ترتبطش بحد ولا بمكان ولا بشغل، ما تشتغلش شغلانه وتقول ان هي دي مفيش غيرها، ما تروحش بلد وتقول ان هي دي مفيش غيرها، ما ترتبطش ببنت وتقول ان هي دي مفيش غيرها. انت لسه ما شفتش حاجه، اعتبر كل حاجه في الفتره دي مؤقته وجرب اي حاجه تقابلك، سواء بلد، شغل، بنات، اي فرصه تتفتح قدامك خدها. جرب كل حاجه تتفتح قدامك، كل الفرص استغلها، ما تعرفش انت هتحب ايه لسه. بيبقى متهيالك انك حبيت حاجه وانت لسه ما جربتش، جرب كل حاجه وتاكد انت عايز ايه. في الشغل مش شرط تشتغل في الاخر المجال اللي انت اتخرجت منه في الجامعه، ما ترتبطش وتتقيد ببنت وانت مش متاكد لو شفت بنات تانية هتفضل عاجباك ولا لا. جرب الاوبشنات اللي قدامك الاول وشوف وتاكد انت عايز ايه. مش شرط البلد اللي انت اتولدت وكبرت فيها هي اللي تكمل فيها، ممكن تروح بلد تانية وترتاح اكتر. لما تتخرج من الجامعه انت حرفيا لسه ما شفتش حاجه، لسه مش عارف اي حاجه، مش متاكد من اي حاجه، وعلاج الموضوع ده انك تخاطر وتجرب كل حاجه تقابلك لحد ما تعرف انت عايز ايه. طبيعي انك تكون انت مش عارف انت عايز ايه، طبيعي انك تكون اتخرجت من مجال وانت مش مرتاح له. اعرف ناس جديده، اشتغل شغلات كتيره، روح اماكن كتيره، ما تتقيدش بحاجه وتقعد جنبها. احنا معانا الخمس ست سبع ثمان سنين الجايين نجرب فيهم كل حاجه، لسه بدري انك تستقر على حاجه، ده وقته جاي قدام. ما تقعدش على حاجه وتقول هي دي غير لما تبقى متاكد وتكون جربت كل حاجه. تاني حاجه، هتعمل اول نقطه بس على حسابك. عايزك تخاطر وتجرب كل حاجه بس مش من فلوس بابا وماما، انت هتعمل كل اللي انت عايزه بس من فلوسك انت. لازم تشتغل وتحوش فلوس عشان تقدر تخاطر. كل عليك انك تحوش 20% من دخلك الشهري ايا كان هو قد ايه، وتعتبر ان 80% هم كل دخلك. هتقولي الفلوس مش هتكفي، لا هتكفي، انت بس اللي عايز تعيش برفاهيه زياده. ال 20% دول على مدار الوقت بيعملوا فلوس، ودول اللي بيديك الحريه انك تجرب بس بمسؤوليه. هتجرب كل اللي انت عايزه بس بطريقه مسؤوله، بطريقه مدروسه، مش بطيش، عشان الموضوع هيبقى من فلوسك فهتبقى مسؤول عنه. هتقول انا اقعد مع بابا وماما وهصرف يمين وشمال من فلوسهم بجرب حاجه جديده بقى؟ هقول لك انت كده مش بتخاطر، انت كده لا مؤاخذه الموضوع يبقى حلو وهيفيدك بس لما يبقى من فلوسك، هيعلمك تبقى مسؤول عن قراراتك. الفكره هنا لما تحوش من فلوسك وتصبر عليهم، الحاجتين دول بيخلوا قيمه الفلوس في نظرك كبيرة. جرب كده تشتغل وتحوش مبلغ معين، بعد فترة تبص عليه كده وتتخيل نفس المبلغ بالظبط لو خدته من والدك او والدتك. قول لي مين اللي قيمته عندك اكبر، او ما تقولش انا كده كده عارف. تجاربك ومخاطرتك وطموحك هيبقوا بطريقة مسؤولة، هيخليك تفكر وتدرس الموضوع مليون مرة قبل ما تاخد القرار. هنلغي تماما الطيش والاستهتار واحنا بناخد القرار. عايز تسافر حوش وسافر، تشتري موبايل، تشتري عربية، حوش واشتري، تغير الشغل اللي انت فيها، حوش وأمن نفسك وغير. الحاجة اللي انت هتجيبها من تعبك وفلوسك والمكان اللي انت هتروحه من تعبك وفلوسك، دول هتعرف تتبسط بيهم اكتر، قيمتهم وحلاوتهم هتبقى كبيرة عندك عشان انت تعبان فيهم. وكده كده التحويش بيخلي معاك فلوس على جنب للطوارئ، تعب بقى، دواء، علاج، اي حاجة هتبقى مطمن. تالت حاجة، التعليم اللي بجد ابتدى دلوقتي. استغل وقتك بالليل بعد ما تخلص شغلك الصبح ايا كان انك تتعلم حاجات جديده، ما تضيعش وقت، الانبساط سيبه للويك اندات، انما الاسبوع كله صبح شغل بالليل بنتعلم. اتعلم وشوف توتوريالز لكل حاجه، سواء حاجه عايز تبتديها كسايد هاسل او بتقرا وخلاص وبتوسع معلوماتك. تشوف انت بتفكر في ايه ونفسك هفاك على ايه وتعرف تفاصيله. نقول مثلا عايز تتعلم مونتاج او تصوير او يوتيوب او بريزنتيشن او بلاننج او جرافيك ديزاين، عايز تبتدي فيهم كهوايه وشغل على جنب بس مش عارف ازاي. اول خطوه انك تدور وتقرا في الحاجات دي وتشوف فيديوهات تعرف ماشيه ازاي. كل يوم تقعد تدور وتتفرج وتتعلم، سواء كورسات اونلاين، كتب اونلاين، كل حاجه موجوده وتقدر تتعلمها بنفسك. سايتات زي سكيل شير ويودمي زي ما اتكلمنا قبل كده للكورسات، وسايت اسمه اودبل للكتب اللي تتسمع بدل ما تمسكها وتقراها لو انت بتزهق. وتكلفه كل دول حرفيا كلام فارغ، ومع السيلف ليرنينج ده انت بتشتغل الصبح وبتحوش فلوس على جنب عشان لما يجي الوقت وتحس انك حابب حاجه وعايز تخاطر وتجربها تبقى جاهز لكل ده، معاك المعلومات ومعاك الفلوس، واخد الخطوه صح
ومسؤوليه. هسيب لك لينكات لكل السيطات دي تحت في الديسكريبشن. رابع حاجه، لازم تستثمر في صحتك وفي جسمك. احنا ما عدناش عيال صغيره خلاص، محدش هيقول لك ده الصح روح اعمله غير مكاوي طبعا. كل ده ما تاكلش ده، اعمل ده ما تعملش ده، محدش هيهتم بصحتك قدك. لازم تشيل مسؤوليه نفسك وصحتك وجسمك. تاكل كويس اكل انت عامله لنفسك في البيت، ما تطلبش اكل من بره. دايما تفضل اكتف وتتحرك كتير وبتتمرن وتشد جسمك، وده مش عشان حد، ده عشانك انت. صدقني هتحتاج صحتك اليومين الجايين. في فرهاده جامد داخله علينا. هسيب لك لينك تحت في الديسكريبشن لوصفات اكل صحيه تعملها في البيت، واليوتيوب مليان فيديوهات للتمارين كلها اللي انت محتاجها، سواء تمارين في البيت او تمارين في الجيم لما الدنيا تفتح تاني، مفيش حاجه. خامس حاجه، هنهتم بلبسنا ومظهرنا الخارجي. لما تدخل الحياه العمليه هتتصدم بحقيقه مؤسفه جدا، ده لو ما كنتش اتصدمت بيها اوريدي، حقيقه حاجه محدش بيحبها بس الكل بيعملها، وهي ان الناس كده كده هتحكم عليك من شكلك. الانطباع الاول بيبقى 70-80% شكلك من بره ولبسك، فمش هينفع ابدا ابدا نسيب الموضوع للصدفه. ممكن فرص شغل، بنات، علاقات تروح عشان حاجه بسيطه زي لبسك، فالموضوع مش قابل للنقاش. ما عدناش عيال صغيره، لازم نهتم بمظهرنا ولبسنا. اهتم شويه انك تسرح شعرك، تلبس لبس مش لازم يبقى غالي بس لاقي على بعضه وعلى مقاسك. حالق او مظبط دقنك، غاسل بقك، سنانك بيضة، ريحتك كويسه، ريحه بقك كويسه، لبسك مغسول ونظيف ومكوي، جزمتك متنظفه، شكلك متهندم. صدقني كل ده بيفرق، وبيفرق جدا كمان. ما تضيعش فرص من ايدك عشان حاجه سهله زي دي. لو عايز تعرف تلبس ازاي واستايلات والوان ايه مع بعض، خش اعمل لي فولو على انستجرام، خد فكره وتعامل. مهم جدا جدا انك تدي اهتمام لمنظرك. سادس واخر حاجه، ما تقارنش نفسك بحد. افهم ان من هنا ورايح، من اول ما تخلص جامعه لحد ما تموت، كل واحد ليه مشواره، سواء صحابك او دفعتك، كل واحد هياخد طريق لوحده ويمشي فيه. محدش ظروفه زيك، محدش عنده اللي عندك، كل واحد هياخد سكه لوحده ويمشي فيها. فاوعى تقارن نفسك باي حد، ركز في طريقك وركز في مشوارك. كل واحد بياخد على قد تعبه وعلى قد مجهوده في الدنيا. ممكن شويه حظ وتوفيق يوصلوا ناس بدري سنين عن ناس، وده طبيعي. طبيعي ان في ناس زيك ممكن يجيلها اللي انت عايزه قبلك بسنين. ما تبصش لحد، انت مجرد شايف اللي هم خدوه، ما تعرفش ربنا خد قصاده ايه. فما تشغلش بالك باي حد، ركز بس في نفسك. منافسك الوحيد هو انت امبارح. كل يوم طور نفسك في اي حاجه انت بتعملها، حاجه بسيطه زي ما قلنا قبل كده، مبدا 1%. كل يوم هتطور نفسك 1% عن اليوم اللي قبله، وال1% كل يوم هيعمل فرق كبير جدا مع الوقت. التفكير ده اللي هيخليك توصل. صدقني اهم حاجه تبقى مركز وعارف انت عايز ايه. لما تقعد تقارن نفسك بالناس مش هتستفيد حاجه غير انك تتشتت وتحبط وتتضايق. عشان مهما كنت ناجح في ناس انجح منك، مهما وصلت في ناس وصلت ابعد منك. المقارنه عدو الانبساط، ركز في مشوارك انت. وصدقني انا مفيش مستحيل، كل اللي انت عايزه هتوصل له، اتعب بس وعافر وانت هتوصل. وبكده وصلنا لنهايه كلام النهارده، اتمنى حاجه تكون عجبتكم. لو فيديو فايدك باي حاجه اعمل لايك، سبسكرايب، اتفرج على باقي الفيديوهات في القناه، واعمل كومنت قول لي فيه عندك كام سنه دلوقتي وعايز تعمل ايه. وزي ما بنقول كل حلقه، حط نفسك قبل كل حاجه، انت الاهم، انت الاول، وقبل اي حاجه خليك على وضعك. اشوفكم الحلقه الجايه.